السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيكم حبايبي عاملين ايه يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه وسلامه دايما يا رب الفيديو بتاعنا النهارده فيديو سهل جدا وبسيط جدا الطلب مني كتير رغم ان انا كنت عاملاه قبل كده بس كان فيه حاجات مش واضحه لبعض الناس الطلب مني ان يتعمل تاني وهو طريقه لضم او خطوات لضم المكنه دي مكنه مرسيدس مكنه طبعا مكنه البيت اللي كلنا عارفينها واكيد طبعا موجوده في كل بيت مصري ودلوقتي هنبتدي نلضم المكنه بتاعتنا بطريقه سهله جدا ان شاء الله وخطواتها بسيطه قوي اول حاجه انا معايا اهي البكره بتاعتي بكره الخيط ومعايا بيت المكوك ومعايا بكره المكوك اهي طيب هنبتدي نلدم ازاي اول حاجه انا هحط البكره بكره الخيط الاول انا طبعا ماليه هنا بكره بكره المكوك وهبتدي هنا هحط البكره الاول كده اهو اي اتجاه انت عايزاه اهم حاجه تثبتي على عمود البكره كده تتاكدي ان هو ملفوف على الاخر مش مهزوز لان هو لو مهزوز هيقطع لك الخيط مش, مش هيخلي الخيط ثابت هيفضل يقطع في الخيط ده سبب من اسباب تقطيع الخيط برضو الفيديو اللي هنعمله بعد كده انا ربطت اهو العمود بتاع البكره كويس جدا وبعد كده هحط البكره كده اي اتجاه انت عايزاه كده او كده ايا كان كده اهو اول خطوه وبعد كده عندي الفتحه دي اهي هروح شبكه فيها الخيط كده كده تمام وبعد كده عند البكره بتاعه الغرز دي البكره دي اهي هروح مدخله فيها الخيط كده اهو اهي دخلت وبعد كده هطلع بيها هنا دي اهي كده بسم الله اهو اهي وبعد كده هدخلها هنا في الخرم ده اهو وبعد كده في الإبرة عادي خالص طيب أنا هنا دخلتها في الإبرة طب دخلت الخيط بقى اتجاه من برة لجوة كده بالاتجاه ده كده من برة كده لجوة اهي تمام كده أنا خلصت أول خطوة في لضم الايه المكنة من فوق طيب هاجي البكرة المكوك بقى دي الخطوة بقى اللي كلنا بنتلخبط فيها بس ان شاء الله مفيش لخبطه تاني بكره المكوكه هنا هطلع فتله كده هخلي فتله مريحه كده اهو ماشي وبعد كده هجيب بيت المكوك اهو وهدخل البكره بتاعته جواه اهي تمام الفتله طالعه اهي طيب اجي ادخل الفتله فين عند الفتحه دي بصوا مش عارفه بقى واضحه كده اهي عند الفتحة دي اهي كده بصوا اهي دخلت اهي دخلت اهي دخلت اهي طيب بعد ما تدخل هعمل ايه هروح جايباها هنا دي واروح عاملاها كده بس كده اهي دخلت اهي بصوا اطلعها تاني اهو اطلعها تاني خالص اهو من اول اهو انا دخلت اهو البكره في بيت المكوك هاجي عند الفتحه دي الشرطه دي واروح مسقطه كده الخيط واجي عند الحته المايله دي نستلس المايله دي اهي واروح مدخله فيها الخيط كده اهو طلعت من الخرمه اهو ده اهي واروح مركبه البيت بيت المكوك اركبه ازاي دي ليها رسمتها ليها الدخله بتاعتها فانا هحطها كده أنا عايزة أوضحها لكم هكبر بس الصورة شوية بص انا كبرت الصورة شوية وهدخل بقى بيت المكوك كده بسم الله اهو وبعد كده هسمع التكة اهي كده هو دخل هسحب الخيط ازاي انا ماسكة الطرف اهو اللي في الابرة هلف البكره بتاعتي ثواني هعدل لكم بقى الكاميرا انا ماسكه الخيط اهي هلف بقى الطاره بتاعتي كده عليا اهي مع سحبه بسيطه وانا ماسكه الخيط اهو بصوا السحبه اهي مع سحبه بسيطه وانا ماسكه الخيط اهي جابت الخيط اهو جابت الخيط اللي في المكوك اهو جبت اهو بعد كده هقفل الغطا عادى خالص وقبل ما ابتدى خياطه لازم ارجع الفردتين الخيط دول ورا ورا كده بس دي كده وادي لضم مكنة الخياطة ، المكنة دي في كل بيت وكل ست بيت بتستخدمها طبعا في الأشياء البسيطة زي مثلا هنضيق بنطلون هنقصر هنوس... هن... بنطلون هنضيق عباية وهكذا ، حاجات بسيطة جدا 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 بنعملها عليها طبعا هي مش عايزه ضغط شغل جامد علشان الموتور بتاعها طبعا بيسخن مش بتاع شغل عايزه شغل بسيط جدا شغل بيت عادي خالص حاجات بسيطة طبعا لست البيت في البيت طبعا استخدامها في البيت بدل ما تروحى عند اي حد برا وانا عارفة ان المكنة دي في كل بيت الحمد لله والشكر لله كده خلاص انا خلصت لضم المكنة بطريقة سهلة جدا وطبعا زي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات اي حد محتاج اي سؤال يكتبوا في الكومنتات وانا ان شاء الله باذن الله هرد عليكم سواء في الكومنتات او هرد عليكم بفيديو تفصيلي للسؤال اللي انتوا عايزينه بامر الله واكتبوا لي كده في الكومنتات ايه الفيديوهات اللي بعد كده عايزينها ان شاء الله نعملها مع بعض علشان ما منقطعش مع بعض في الفيديوهات ونكمل سلسله الفيديوهات بتاعتنا ان شاء الله على خير بامر الله واشوفكم ان شاء الله على الف خير الفيديو اللي جاي واقول لكم سلام